السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ولاء عزت من قناة الصحة والجمال، برنامجكم متجدد دائما، جمالك مع روعة. الأول أنا بعتذر عن عدم وجود الأستاذة وفاء الغنيم النهاردة لظروف خاصة بيها، ومعانا ما تحلاش طبعا القعدة غير بوجود الشيف إيمان أهلا بناء بيك. على طلبكم. أهلا بيك، أهلا بيكي ومنورانا دايما، ويا رب تسلمي دايما حبيبتي، لقاءات ربنا كده يبارك. متجددة. الله إيه، يخليك. أنت هتعملي لنا إيه النهاردة؟ يعني هتفرحي قلبنا بإيه النهاردة هنعمل ومعدتنا؟ شاورمة لحمة وشاورمة فراخ، إيه طب إيه ومعانا سلطة بطاطس جنبها. إيه ممكن تقولي كده مقدرهم على السريع؟ تمام. معانا هنا هنقول شاورمة الفراخ الأول. أيوه تمام. معانا طماطم متقطعة، طبعا احنا مقطعين البصل هنا مع الفراخ متبل معاها، ومعانا شرايح الفلفل والملح والفلفل والبهارات. هنحط على الكيلو معلقة فلفل ومعلقة بهارات. ايوه ومعلقة ملح. يا ريت المقادير تنزل على الشاشة. ومعانا بقى المايونيز والكاتشب والمستردة، دي في الاخر بقى في السندوتشات. يا ريت الإعداد بس يدعمنا كده بالمقادير على الشاشة عشان الناس تستفاد. ماشي، ممكن بس برضو تقول لنا شاورمة اللحمة. وشاورمة اللحمة برضو كيلو لحمة، ايوه معاها معلقة فلفل أسمر ومعلقة بهارات فراخ لحمة، وبرضو متقطع فيها البصل بصلتين كبار، ومعانا برضو شرايح الطماطم وشرايح الفلفل الألوان، والملح بقى حسب الاختيار. أكلة دسمة والطماطم. متكاملة زي المرة اللي معاكي فاتت حاجة تانية غير صح؟ شاورمة اللحمة؟ ما هي شاورمة لحمة وشاورمة الفراخ. شاورمة الفراخ. طب شكرا يا شيف إيمان، هنسيبك بقى تشتغلي وتبدعي. ماشي حبيبتي، وإن شاء الله آخر الحلقة كده ندوق. إن شاء إن شاء الله الله. إن شاء طبعا الله. الحلقة مش هتكمل ولا هتبقى جميلة غير بوجود الأستاذة روعة الموجي دايما المنورة، ومنوره مكانها ومنوره حلقتها وبرنامجها. منورانا دايما يا استاذه روعه. وبنات المنصوره بلدياتي استاذه فايزه. طبعا انا عارفه ان الحلقه اللي فاتت كان لها اثر طيب جدا عليكي وعلى حياتك وعلى شغلك. اكيد طبعا. فانت طلبت ان انت تبقى موجوده تاني، عايزه تكملي كلامك، عايزه تاخدي راحتك اكتر معانا. ايه اللي انت بصي، هو اللي احنا كام حلقه كده عندنا، كام حلقه كده ورا بعض كان العروس بتاعنا البروتين. عايزه تتكلمي في البروتين بما ان احنا كده كده بنحتفل بيه اصلا. تمام. هو احنا ما كملناش كلامنا الحلقه اللي فاتت. وطبعا لو احنا هنتكلم في البروتين فهو عايز ايام مش دقايق. انا اكتشفت ان هو بحر واسع، علم كبير. ايوه طبعا. النهارده انا بس كنت عايزه اتكلم في ما بين الفرق بين البروتين وبين الترميم، عشان ده برضو اسئله كتيره قوي قوي بتجيلي. ايوه. غير ان هو يعني بتبقى مثلا في عميله تجيلي، في عميله بتبقى جايه لي، طيب داخله لي انا عاوزه اعمل بروتين، انا عاوزه اعمل ترميم مش عاوزه اعمل بروتين. اللي هو ان انا المفروض ما بقاش انا امشي تبع العميله ما هي عايزه. ايوه. لا، هي بتجيلي انا بشوف شعرها الاول، بشوف صحه شعرها، بشوف ممكن يكون شعرها اصلا ما يستاهلش ان انا اعمله لا بروتين ولا ترميم. يعني طب ازاي على فكره انا بيجي لي ناس والله العظيم انا يعني بستحرم ربنا ان انا احط في شعرها ده مكوى. ايوه. بس هي عايزه يتفرد. معلش انا عايزه بقى انا اعرف في الحاله ايه هو دي. الترميم ايه هو الترميم؟ لا، في الحاله دي برضو يعني انا بقنعها برضو بطريقتي، في جلسات ترطيب، في جلسات ترميم بس. أيوة. على البارد. وده الفرق بين جلسه ده الفرق بين جلسه الترميم على البارد وجلسه الترميم اللي فيها نسبه فرد 80%. ايوه. ده عشان بس الناس تكون عارفه الفرق بين ده وده. الشعور الفرق الشعور بتحددي الترميم والبروتين على حسب طبعا نوع الشعر يعني الفن. مثلا برضو في مثال كده، ان انا كنت موجوده مع حضراتكم الحلقه اللي فاتت. ايوه. فجالي اتصال لما روحت، انا جالي اتصالات كتير، فجالي اتصال لما روحت. ففي عميله شافت الشغل. العميله دي منين؟ من بني سويف. فطلبت مني ان انا مش هقدر اروح لها بني سويف، ولا هي هتقدر تيجي لي تنزل لي المنصوره. طبعا فهي يعني طلبت مني عينه بروتين ان انا ابعتها لها شحن. فبالطبيعي برضو انا رفضت. طيب انا لازم تكون العميله قدامي، لازم تشوفي شعرها، لازم اشوف مش إيه هو ان انا خلاص افرح ان انا ببعت لك العينه. هي حكمت على نفسها ان هي عايزه تعمل لا بروتين، ما لهاش علاقه شعرها عامل ايه. لا ما ينفعش. البروتين
ماده تجميليه بس اكتر، تجميلي اكتر من الترميم. الترميم ماده تجميليه بس داخل فيها علاج، العلاج اللي هو ممكن تكون نص النسبه بروتين والنص تاني شيه بقى في اي مواد ترميميه. مواد ترميميه كتير جدا. المهم ان هي تبقى انت بتحدديها برضو، بتحددي نوع الترميم على حسب نوع الشعر وعلى حسب التطبيق بتاعك. تطبيق برضو بارد او تطبيق في نسبه بروتين، يعني انت برضو بتحددي النسبه على حسب نوع الشعر. ايوه تمام. طيب نيجي بقى يعني للاستعمال برضو اللي بيبقى دايما بيواجهنا، اللي هو في ناس تعمل دعايه لمجموعات العنايه، ومجموعات العنايه والحاجات دي هي طبعا لها يعني ضروره جامد على الشعر لازم، بس برضو لها دعايه كتير قوي. ان واحده ممكن تنزل لك انا عندي مجموعه عنايه بتطول الشعر، انا عندي مجموعه عنايه، ما هماش اساسا فاهمين. ما فيش حاجه اسمها مجموعه عنايه بتطول الشعر. لا لا لا، دعايه، ده مجرد دعايه. هي مش مجموعه العنايه ديت بتحافظ على البروتين بعد ما تعملي، يعني بتحافظ على شعرك نفسه، بتحافظ على الشعر. مجموعه العنايه مكونه من ايه؟ من اربع حاجات: شامبو، بلسم، حمام كريم، سيرم. كل حاجه من دول ليها وظيفتها. ايوه. الوظيفه الاولى الشامبو تنظيف الفروه، البلسم ترطيب، وظيفته الترطيب. حمام الكريم ترطيب بس ترطيب اعلى، يعني زي ما يكون ترميم ضعيف مثلا، اضعف انواع الترميم. ايوه، ترطيبه اعلى. السيرم وظيفته الهيشان، التقصف، حمايه من الشمس، حمايه من كل حاجه. دي وظيفته في الشعر. طيب في برضو عميله ممكن تيجي تقول لي طيب انا عندي شامبو وعندي بلسم وعندي الكلام ده وعندي زيت. أيوة. مش مهم ان انا اشتري السيرم، انا جاي لي زيت مثلا، جاي لي زيت من السعوديه، لا الزيت ده ثمنه 1000 جنيه. طب السيرم بتاعي ثمنه 100 جنيه. طب ممكن يكون السيرم بتاعي هو اللي فيه فايده اكتر من الزيت اللي انت جاي لك، هو المناسب لشعرها ومناسب للحاجه اللي اتعملت فيه. ايوه. هو السيرم ده ايه اساسا؟ مثلا يعني عندك زيت الجرجير، زيت مش عارف ايه، انواع. أيوة. انواع السيرم ده الخلاصه الاولى اللي بناخده من الزيوت. دي الخلاصه الاولى. يعني التركيز كله عليه. ايوه، يعني ايه الحاجه اللي ب 100 جنيه احسن من الحاجه اللي ب 1000 جنيه. ده بس ببقى عايزه اوصل لهم حاجات كتير، ان يعني كلامنا هو اللي صح. يعني احنا ما بنفتيش، انت عملت حاجه واكيد عايزها تبقى كويسه. الناس بس واخده يعني فكره سيئه على مبدا ان مثلا انت تجميل، يعني كوافير واخد يعني كلام. انا مش كوافير. أوه. مش كوافيره، يعني انا عايزه اوصل لهم برده معلومه ان انا داخله بتخصص. ايوه، انا داخله، انا عايزه علم. طب بمناسبه انت واخدينها زي علم. بمناسبه التخصص. بمناسبه التخصص انا عارفه ان انت ليكي برده مجالات تانية في مجال التجميل برده، يعني ممكن تكلمينا برده عنها؟ انا بروتين طبعا ليا برضو دور كبير في البشره، وده ان شاء الله هيبقى لها حلقه تانية. طب ليه ما جبتلناش الصور بتاعت البشره بتاعتك؟ ما هو هقول لحضرتك على حاجه، لا اما تدخلي في الشعر تتكلمي فيه كله. حلقته كامله. انت حابه انك تتكلمي في الشعر؟ ما بحبش ان انا اخلط كل حاجه ببعضها. اكيد البشره هيبقى لها حلقات تانية كتير ان شاء الله. طيب انا حابه اسالك بس حاجه، بس الاعداد عايز ينزل صور شغل حضرتك. تمام، يا ريت بقى تكلمينا بقى على الطبيعه. تمام ماشي. اتفضلوا. اتفضلي يا استاذه فايزه. اتفضلي يا استاذه فايزه. الشعر ده كان عندي برضو عميله كانت عندي، بصراحه الشعر ده كان مجهد جدا جدا، يعني كان تاثير فرد ايطالي. واضح على فكره. واضح ان هو كان معمول فعلا. انا عالجته، انا مش عالجته، انا جملته بس مش بروتين، لا ده كان فيلر. ده كان فيلر. وهي دي النتيجه يعني. دي النتيجه. تمام. أيوة. وده برضو كان بوتكس برضو. دي النتيجه بتاعتها. طيب بمناسبه الصور اللي انا شايفاها دي، هل طبعا طالما شغاله في الشعر يعني بتصبغي؟ اكيد. طيب ماشي، عايز اعرف بقى علاقه الصبغه بالبروتين انت بتحدديها ازاي؟ تمام، ده سؤال حلو كويس. علاقه الصبغه بالبروتين، بس انت مش منزله ليه انت وريتيني صور انت صبغالها، كان ليه مش منزلاها؟
هو تقريبا بقى انا بعت الصور بس الاهداد عندي قوه بقى ما نزلش الصور او حاجه زي كده. لا ممكن تكون هتنزل لسه. تمام. علاقه ايه بقى حضرتك الصبغه الصبغه مع البروتين بتتصرفي ازاي لما واحده تقول لك انا جايه النهارده عايزه اصبغ شعري النهارده وفرحي بعد بكره واعمل بروتين، يعني انا عايزه اصبغ واعمل بروتين وفرحي بعد بكره. هي بتحصل كتير على فكره، بتحصل او عندي مناسبه مش ضروري يكون فرح، ممكن مثلا تجي لك قبلها باسبوع تقول لك انا عندي مناسبه عندي فرحي بقى الاسبوع الجاي عايزه اعمل صبغه وبروتين. اصل هقول لحضرتك على حاجه، استحاله واحده هتجي لك تقول لك انا فرحي بعد بكره وجاي اعمل صبغه وبروتين النهارده. بتحصل والله، بتحصل معايا. تمام وحصل، بتحصل. أيوه وحصل. أيوه. تتصرفي ازاي بقى؟ في بقى عوامل حمايه كتير قوي. أيوه. يعني انا ممكن اعمل لها الصبغه، اصبغ لها شعرها، في بس بصبغ لها اللي هو المناسب على شعرها. ما هي ما تجيش تقول لي انا طالبه لون هيطلع لي من كذا مرحله تفتيح. انت فاهماني؟ انا مش هدمر في شعرها. أيوة. انا على الاقل ما بين جلسه ما بين الصبغه والبروتين ما يقل عن حوالي ممكن يكون 15 يوم. ده المفروض ان انا مش بامان. يعني انت بتحاولي توصلي لحل وسط. أيوة. ان انت ما تضرهاش وما تزعلهاش. ايوه. فممكن ان انا برضو مش هزعلها. أيوة. طبعا عندي الحمد لله كل الماتيريال اللي انا شغاله بيها حاجات نظيفه. ان انا هسبغ لها شعرها بس هطلع لها لون واحد، يعني هسبغ لها شعرها بحاجه معينه كده تطلع معايا من اول مره. وتاني حاجه برضو بحط لها عامل حمايه معاه. ايوه. بس لما اجي اعمل لها اللي هو البروتين او الترميم اي نوع بقى ان هو هيمشي على شعرها، طبعا بحاول ان انا اخفف الماده على قد ما اقدر. فهماني؟ بحاول. أيوة. ان انا اخفف الماده على قد ما اقدر. وبتحاولي اكيد بتقنعيها برضو بوجهه نظرك، في ناس بتقتنع وفي ناس ما بتقتنعش. يعني في ناس بتقتنع جدا جدا وتلغي موضوع الصبغه ده نهائي. أيوة. وعلى فكره هقول لحضرتك على حاجه، انا بيجي لي عملاء كتير قوي بيبقوا عايزين يعملوا صبغات. في حاجات كتيره قوي برضو بقنعهم بها، بيكونوا هم جايين عايزين يعملوا حاجه وهتوصل لمراحل تفتيح كتيره. أيوة. وبيرضوا معايا ان هو ان انا اوصل المرحله دي لمرحله او اتنين ان انا احافظ على الشعر، فاكيد العميل عاوز برضو ان انا احافظ عليه، يعني مش هيضر نفسه. ايوه. انا يعني احنا بصي انا شامه كده ريحه حاجات انا عماله ابص هنا غصب عني. ابتدت تطلع الريحه. ايه بتعملي ايه؟ حطينا الشاورما على النار مع البصل اللحمه. وحطينا برضو نفس الكلام الفراخ مع البصل، وهنضيف بقيه المقادير كمان شويه. طبعا انا مش هقوم اقف جنبك، انت عارفه انا بقوم في المرحله اللي فيها اكل. اول ما احس ان الحاجه استوت هتبصي تلاقيني واقفه جنبك زي المره اللي فاتت بالظبط. هنخلص على طول بقى. اديني بس هي الريحه طلعت. الريحه ممتعه ما شاء الله. احلى حاجه والله العظيم. عايزه اضيف حاجه جديده يا استاذه فايزه، اي حاجه كده في المجال بتاعك قبل ما تخلص فقرتنا عشان الوقت ده. انا عايزاها تعمل عروض لكل حبايبها بقى في البلد. طبعا العروض بتاعتي طبعا مستمره. انا برضو زي ما كلمت حضرتك مش بروتين بس، انا متاح عندي كل حاجه. بشره، بروتين، كل ميك اب، باكجات، كل حاجه الحمد لله عندي على الجامده. عايزين عرض اللي بيجي هنا انا عروضي بتاعت البروتين او الترميم برضو زي ما هي برضو مستمره برضو. مع كل جلسه بروتين او ترميم انا الهديه من الثلاثه بتوعي استشوار مهم قوي جدا او مجموعه العنايه او الصبغه هديه. هتدي استشوار هديه؟ وديت فعلا استشوار هديه. يعني بصوا دلوقتي انا بحافظ على شغلي. بسرعه. أيوة. يعني انا بحافظ على شغلي. وفيتي بالعروض بتاعه المره اللي فاتت وبتاعه المره دي. وفيت طبعا. احنا مبسوطين جدا وكل مره الوقت بيجري بسرعه مش عارفه في ايه، وبنشكرك جدا على كل معلومه جديده وعلى كل افاده، ويا رب كل الناس استفادت واستمتعت. فاصل ونعود، انتظرونا. ورجعنا لكم من جديد بامل جديد بوجه جديد، الاستاذه نيفين يحيى ودمياط. انا فاكره المره اللي فاتت دمياط. ايوه ايوه تمام. المشبك والحلويات والحلويات والخشب، اهم حاجه الخشب. نورتينا المره الثانيه يا استاذه نيفين. وانا انت قلتي ان انت كنت مبسوطه جدا الحلقه اللي فاتت وعايزه تكملي برده معانا، وانا مبسوطه جدا ان نفس الضيوف اللي انا كنت معاهم هم اللي موجودين معانا النهارده ان شاء الله. شرفتي. احنا اتكلمنا في الفقره الاولى عن البروتين مع ان هو العروس بتاعنا، بس انت حابه تتكلمي عن التجميل. تمام. لان انت بتشتغلي بروتين وتجميل برضه. تمام. صح؟ تمام تمام.
حابه تتكلمي عن ايه النهارده؟ ايه اللي انت عايزه تفيدي بيه الناس النهارده؟ انا اتكلمت المره اللي فاتت عن البروتين، الحمد لله ده خد مجاله. هتكلم النهارده عن بالنسبه للبشره. الحمد لله وصلت لمرحله بالنسبه كتنظيف كعلاج ان انا ازاي الناس قدرت تثق فيا. لازم، هو الشتاء عموما بتبقى البشره في محتاجه عنايه. ازاي ان انا اعرف بشرتي نوعها ايه؟ هي البشره بتبقى هي 5 انواع. كل واحده المفروض تختبر بشرتها عشان تقدر تتعامل معاها بالطريقه الصح. بيختبروها ازاي يعني؟ انا اعرف نوع بشرتي ازاي مثلا؟ يعني البشره في 5 انواع، اللي هي البشره الدهنيه. ودي بتكون افرازات الدهون فيها زايده شويه، وبالذات منطقه حرف تي دي الاخير. بتفرز دهون كتير جدا، منطقه زيوت بيكون فيها بذور سودا كتير. فدي بتبقى محتاجه دايما تنظيف. لان بيبقى في يعتبر دهون فتحت يعني في المسام. فلازم التنظيف دايما باستمرار في المنطقه دي عشان ان انا حتى اجملها. شغلها مميز على فكره جدا في ال. تسلمي يا مدام روعه. لما بعتت لي الصور بتاعتها ما قلت لها وريني شغلك وكده. انا عارفه على فكره استاذه روعه ان انت بتشوفي الشغل بعينك الاول كمان. تمام. مع النظيف. يعني بتشوفي الشغل مش صور بس. لا، هي لما بتتواصل معايا بتقولي انا عايزه اطلع في البرنامج. طبعا برحب بيها وكل حاجه وعلى راسي، بس لازم اشوف الشغل بتاعها الاول. يعني ما افرضي الشغل بتاعها ما مش هيفيد حد، انا عايزه افيد الناس مش عايزه ادور الناس. ممكن الصور كمان ما تديكيش الحقيقه كامله. لا، لازم بصي انا بطلب فيديو. ولازم ابقى متاكده الفيديو ده بتاعها. وبعد كمان يعني لازم تشوفي. لازم اشوف الشغل بتاعها عامل ايه. طبعا. هل هي تستاهل تبقى في المكان اللي هي فيه ده ولا لا؟ تمام. ايوه. او انا مش هضحي باسمي واسم البرنامج واسم القناه كله عشان اي حاجه. تمام. لازم هي تستاهل المكان اللي هي قاعده فيه ده. تسلم. ولازم تفيد الناس. انا طالعه افيد الناس مش طالعه. لا، هو كل بصراحه عارف عنك المصداقيه استاذه روعه، ومفيش حد طلع او قعد على الكرسي الا بجد كان كف، واثر الحلقه بعدها بيبقى عليه اثر طيب في حياته وفي عمله. بدليل ان هم بيبقوا عايزين يطلعوا مره تاني. وعايزين يطلعوا معايا على طول. الحمد لله يا رب دايما. يا رب يا رب يا رب. معلش يا استاذه نبيل قطعناكي. لا قولي بقى. كانت شهاده برده ليها. انت هتشوفي دلوقتي الصور اللي هي بتشتغل فيها، والبشره عامله ازاي يعني. انت ما هتشوفيها برده لا، هو كمان الحلقه اللي فاتت كان شغلهم رائع. يعني كل الضيوف بجد كان شغلها رائع. فاكيد يعني اكيد هيكملوا. انا كنت حابه اصلا ان هي تشتغل على الهوا كمان، بس يعني خلاص. حلقه جايه معانا ان شاء الله. نشتغل فيها. الاعداد ده هو بينزل صورك. دي البشرة دي كانت كلف وحالات سودة وتصبغات. ده طبعا الفرق واضح بين قبل وبعد. عملتي فيها ايه؟ ده لازم انا الاول البشرة تتغسل بغسول كويس جدا. لازم البخار ده برضو. دي من ضمن الحالات اللي انا بشتغلها، معظمها تصبغات وهالات سودة. بصي بقى، بصي الحاله دي. الحاله دي كانت صعبه جدا. دي كانت جايه كلها دمامل. يعني دي انت اتعاملتي بقى معاها ازاي؟ اتعاملت معاها بحرص جدا. اعتبري دي موضوع حلقتنا. ايوه تمام. الحاله دي كانت جايه، هي بصي زهقت في الحبوب دي من كتر حتى الدكاتره. فانا كنت حريصه ان انا يعني في حاجات زي دي حبوب، مجرد ان انت تتعاملي معاها او تفتحيها بتنقل مكان تاني. فلازم الحرص، لازم التعقيم في مجال البشره بالذات. لازم التعقيم، لازم ازاي تتعاملي مع البشره دي باي طريقه. مش اي حاجه. نظافه، تعقيم، ده اهم حاجه. طبعا ممكن معلش اسالكم انتوا الاثنين، يعني بعد ما الجلسه بتخلص والبشره تمام كده ترجع تاني؟ لا، انا معايا الحمد لله ما فيش اي رجوع. بالعكس، انا العميله بتجيلي اجيلك امتى، هي اللي بتطلب انا اجيلك امتى. من جمال، والنتيجه بتظهر وهي معايا. يعني هي مش بتمشي غير لما بتشوف النتيجه. طب الموضوع ده عايز متابعه ولا هي طبعا طبعا هو المفروض بس. لا، المفروض ان حتى الحالات العاديه ان كل شهر مره. اللي ازاله الخلايا الميته. كل ده. لان كل بشره بتختلف عن الثانيه. بشره الجافه وبدي بتبقى محتاجه عنايه خاصه جدا بالذات في فصل الشتاء. احنا قلنا بشره دهنيه وجافه، الثلاثه التانيين بقى ايه؟ في بشره دهنيه وبشره جافه وبشره مختلطه. بين الدهنيه والجافه والبشره الحساسه.
ودي بتبقى حساسه جدا، مجرد ان انت حتى اي حاجه بتحطيها للبشره بيبقى في احمرار. بيبقى بت بت لا بت 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 بتحسسه جدا. وفي بشره عاديه، والبشره بقى العاديه، البشره العاديه دي بقى احسن بشره ان انت بتتعاملي معاها كويس جدا، ما فيش بقى حبوب. البشره اللي دايما معرضه للحبوب والبذور السوداء هي البشره الدهنيه. ايوه تمام، دي اصعب مرحله في علاج البشره اللي هي اللي احنا شفناها دي. بس هي لو اتعالجت المراحل الحمد لله التانية يمكن صعبة. الصوره اصلا واضحه ازاي، بس دي كانت الصور دي كانت بمتابعه مع كل مره. يعني الحمد لله فرق معاها كتير. بتاخد وقت قد ايه يا استاذه نفين عبال ما بتتعالج؟ بمعنى في التوقيت الجلسه على حسب استجاب بشرتها؟ يعني بتاخد اكتر من جلسه؟ طبعا اكتر من جلسه. وكم الجلسه وقتها نفسه كام؟ لان هو وقت الجلسه دي ما بتبقاش اي تنظيف. لا طبعا، لان دي محتاجه تنظيف وعلاج يعني. طبعا وكل شغل يعني سكربات كله حاجات طبيعيه كمان، ان انا ما بدورش حاجه. لان انا بالنسبه لي انا كتجميل خارجي البشره، يعني انا كنت حريصه جدا في التعامل مع الحبوب دي علشان حتى ما تعديش حاجه تانية بالنسبه لانه كنا بنهيه تنشف. تمام، حاجه التعقيم زي تمام التعقيم والنظافه طبعا. طبعا البشره دي كانت برضو تصبغات وهالات سودة تحت العين. طبعا الفرق واضح بين الصوره. انت بتعملي جلسات تنظيف بشره؟ تمام. ومعانا تخصص برضو دكاتره خاصه برضو، ان في اي حاله انا برجع لها وبرجع له. لازم طبعا ان انا مش واخداها مجازفه. عشان الناس بس ما تحسبناش. لا طبعا احنا لازم شغلنا كله بنبقى متابعين مع دكاتره برضو. طبعا كل الحالات دي كانت تصبغات وهالات سودة. النتيجه واضحه في الصور زي ما حضرتك شايفه. دي بقى كانت بذور سودة في القوره. كانت دي بشره دهنيه، كانت القوره ومنطقه التي. تمام. الصوره كانت واضحه حضرتك زي ما انت شايفه، بقت مبهوره بالنتيجه الحمد لله. والحاجه المهمه كمان اللي لازم اقولها، ان لازم اختار نوع الفونديشن او الكريمات او السكربات اللي انا بستخدمها للبشره، لان مش اي نوع انا هستخدمه وخلاص. لا طبعا، كل بشره لها نوعها ولها استخدامها. والمفروض الاساسي كاي بشره عاديه لازم جلسه كل شهر مش كل اسبوع. ده لو البشره العاديه، بصرف النظر عن ان هي بقى مرهقه ما بتستخدم حاجه. لا ده الطبيعي، ان كل لازم كل شهر جلسه تنظيف الخلايا الميته، تنظيف البشره من اي حاجه فيها. ده اساسي. تنصحي البنات والسيدات يعني يعملوا ايه؟ نظام يومي، روتين يومي كده، وورا الروتين اليومي العرض اللي انت منزلاه للحلقه على طول كده. انا اتعودت طبعا مدام روعه ان انا كل مره بنزل عرض. اللي انصحه ان مش لازم غسول يومي او حاجه طبيه لازم استخدمها للبشره. الغسول اللي استخدمه في المنطقه اللي فيها الدهون او المنطقه المصابه بس. مش جميع البشره. لان انا بوزع، انا عايزه اعالج المنطقه دي بس. وبالتالي لما هغسل وشي بالغسول هيتوزع على بقيه منطقه الوش. تمام. ده حاجه اساسيه، مش ان انا بحط على البشره كلها وخلاص. لا مش كده، ده توزيع كاي نوع كريم او اي نوع ترطيب، عشان الحبيبات اللي موجوده في السكربات دي تقدر ان هي تعمل ازاله للدهون او البذور السوداء دي. لازم اي نوع ميك اب ابقى عارفه مصدره وحاجه ان انا مش ضروري تبقى الحاجه لا أوريجينال. مش هو بس حاجه اوريجينال كويسه. ان هي ما تبقاش ضرر، لان كل ده زي الاسفنجه بالظبط، البشره بتشربه. وبالتالي مع الوقت بتطلع على سطح الوش. فلازم نوع ميك اب كويس. او ان البنات ما تنامش بيه اهم حاجه. لا غلط طبعا طبعا طبعا، لازم تنظيف البشره قبل النوم. نلحق بس العرض عشان الفقره تخلص. بالنسبه للعرض، انا ان شاء الله هعمل عروض للبشره من اول يوم السبت الجاي ان شاء الله. العروض اللي انا عملتها باذن الله هعملها طول الاسبوع. تمام. يعني طب ايه هي العروض؟ كده على الهوا على طول. ما هم عارفين العروض. قولي عشان خاطر الناس اللي مش عارفه. ان شاء الله اول ثلاث حالات هيجولي هعمل لهم مجاني بشره، تنظيف بشره. تنظيف بشره
تمام. وبقيه الاسبوع كله العرض اللي انا بمشي عليه اللي هو النص بالظبط 50%, 50% واول ثلاث متصلين مجانا. تمام. وبقيه الاسبوع يعني الاسبوع تمام. كله 50%. تمام. احنا مبسوطين قوي والله العظيم. تسلمي يا مدام روعه, ربنا يكرمك, ربنا يخليكي يا رب, وفي نجاح دايما يا رب, وتفضلي كده متقدمه ومتالقه وناجحه في شغلك. تسلمي يا مدام روعه, وانا مبسوطه جدا بنماذج زيك بجد. تسلمي يا مدام روعه, انا اللي اتشرفت بحضرتك ومدام ولاء بجد. ربنا يخليكي. شكرا يا استاذه نيفين, نورتينا وبجد. انا استفدت على فكره النهارده حبيبتي. تسلمي. انواع البشره, ويا رب تهيني لقاءات متجدده على طول يا رب ان شاء الله. ربنا يكرمك. فاصل ونعود, انتظرونا. ورجعنا لكم من جديد, وعروس النيل استاذه رضوى الطيب نورتينا وشرفتينا, وكنت قبل كده برضه نفس الحلقه كنت منورانا. والمشاهدين على فكره يعني كانوا بيتصلوا كتير وبيسالوا بجد انت افدتي الناس, والموضوع اللي انت فتحتيه المره اللي فاتت بتاع القشره إيه, فعايزين عايزينك تكمليه معاهم المره دي. استاذه رضوى طبعا صاحبه البصمه المهمه جدا في عالم الشعر, المختلفه في كل حاجه, المختلفه بجد. الناس الحلقه اللي فاتت كانوا بيسالوا كتير, وانت كنت بتقولي كمان معلومات طبيه, كل يعني كانوا بيقولوا ايه هو الديتوكس, وانت اللي كنت واخده تقريبا الفقره كلها الحلقه اللي فاتت عن الديتوكس, فاحنا عايزين بقى نكمل موضوع الديتوكس ده عشان الحلقه معاكم بتخلص بسرعه. وانت اتكلمت على القشره, عايزه تكملي في القشره؟ ايوه يا ريت. الاول انا ببقى مبسوطه جدا وانا في وسطكم, احنا مبسوطين اكتر بجد, وانتوا ناس بجد بتحاولوا تقدموا الجديد والمفيد, ويا رب دايما اكون بعمل ده واكون عند حسن ظنكم. النهارده بقى انا هتكلمكم تكمله لموضوع الديتوكس المره اللي فاتت. ممكن قبل اقطع كلامك اتفضلي, انا معلش هسيبك بقى تعيشي مع المشاهدين عشان خاطر تفيديهم, وانا هقوم اشوف الشيف ايمان عشان الريحه بدات تطلع. كل مره لازم انا اقوم ادوق بقى. ايوه اتفضل. انا هتكلم من المره اللي فاتت اتكلمت الديتوكس وازاي نعالج القشره. مفيش حاجه, النهارده هعرفكم يعني ايه القشره. وعندنا كام نوع من القشره, والقشره نتيجه لايه, واحنا ازاي هنعالجها. اولا في القشره بتصيب بالشعر في موسم الشتاء, ده بتبقى سبب في النتيجه لجفاف في الفروه, عشان الجو بيبقى برد قوي فالفروه بيحصل لها جفاف, فبتبدا يحصل لها تشققات بسيطه ويحصل قشره رقيقه جدا. والقشره دي بيبقى علاجها ان انا غسيل الشعر بصفه مستمره, يعني مرتين في الاسبوع تقريبا. مرتين. ايوه. هو القشره دي معلش يا استاذه, طب انا ده يعني عن فروه شعري انا, ولا انا بالحاجات اللي بغسل بيها؟ لا ده نوع تاني خالص. انا بتكلم دلوقتي على الفصل الشتاء, هو هيسبب لنا ايه في شعرنا. هيسبب الجفاف فيطلع القشور الخفيفه دي, فبعدين انا هعالجها ازاي بقى في فتره الشتاء. عشان احنا غصب عننا فتره الشتاء ممكن ما بنغسلش شعرنا كتير, ده غلط. لازم الغسيل هيبقى مرتين في الاسبوع علشان نرطب البشره الفروه. فده عشان الترطيب عكس الجفاف. والقشره بتحصل من الجفاف. باي ماده نستخدمها ولا لو حاجه معينه؟ هي القشره لقيناها زياده قوي والجفاف زياده, هنعمل حمام زيت بزيت النعناع زي ما اتكلمت المره اللي فاتت, وبعد ساعتين بالظبط بنغسل الشعر غسيل كويس, وبعد كده باستشوار بهواء بارد وبنبرد الفروه تماما. تمام. بعد كده نوع تاني من القشره اللي هي انا بتكلم بطريقه بسيطه عشان ست البيت اللي بتسمعني والناس البسيطه جدا اللي بتتصل وبتبقى محتاجه تستفسر, مش عارفه تروح لمكان تستشيره. اتفضلي. ما عندهاش اكيد استشوار يعني. عادي كده مفيش مشكله. بطبطب على الفروه كده بفوطه, امتص كل الميه الزياده واسيب شعري يتهوى. تمام كده يبقى التهويه الصحيه كويس. بعد كده في نوع تاني من القشره بيجي لنا بقى في فتره في فصل الصيف. ازاي؟ من كتر مثلا انا ما انا قافله على شعري بتبقى عجينه. مش زي الثانيه قشور, لا دي عجينه. أيوة. ده بقى علاجها ايه؟ ان انا هغسل شعري وامشطه كويس, التمشيط عشان انشط الدوره الدمويه في الشعر. والتمشيط يا ريت يا جماعه يكون نغير ثقافه المشط البلاستيك. تمام؟ لازم المشط يبقى عندنا خشب, المشط الخشب مفيد جدا في الحاله دي. هستأذنك بس استاذه رضوى عشان بس انا شامه إيه, وصلت لايه؟ انا عملت ايه؟ انا تقريبا واقفه بعمل معاها عشان انا عايز اكل, فانا بحاول انجز يعني. احلى ريحه بقى واحلى طعم. وبصي انا شايفه حاجات كده من فوق وشامه شمي.
الهندسه بيعمل انا انت يلا شوفي بقى خلاص ماشي خلاص نرجع لك تاني ماشي اتفضل اصدار معلش. بعد كده القشره دي بتنتج نتيجه للانا كتمت شعري عدم التهويه فانا لازم ادي لشعري التهويه الكافيه وبغسله مثلا برده مرتين في الاسبوع وهوي شعري التهويه كافيه من هنا يبقى انا عالجت القشره اللي هي طالعه البودره دي وقلت علاجها وسببها والقشره اللي هي اللي زي العجينه دي هي دي بقى عشان في ناس كتير ما تعرفش ان العجينه دي قشر لا العجينه دي قشره وفي حاجه كمان انا عايزه افرق يا جماعه بين القشره والصدفيه علشان انا كمتخصصه لو جالي يعني عميله مصابه بالصدفيه انا ارفع ايدي كده واقول لا ده مش شغلي ده شغل دكتور ما ينفعش ابدا التدخل في كمتخصصه التجميل في حاله الصدفيه ابدا الفرق بين الصدفيه والقشره العاديه الصدفيه ده بتبقى قشره سميكه وبيبقى لونها فضي عشان كده اتسمت بلون الصدف ايوه وبيبقى ساعات ينتج عنها جروح بسيطه في مقدمه الراس في هنا انا كمتخصصه التجميل ما ينفعش اتدخل نهائيا تمام فانا دلوقتي انا هتعامل ازاي لو عميله جات لي صدفيه لا انا هنصحها اقول لها حضرتك مكانك عند الدكتور مش عندي ايوه ده لازم دي امانه عشان الصدفيه دي ممكن تجيلك مش عارفه هي عندها ايه ايوه طبعا انا بقى اشخصها صح لو هي عندها نوع قشره بسيط او انواع قشره زي اللي انا قلت عليها انا هنا هتدخل وهقدر اعالجها وهقدر اساعدها ان هي تتخلص منها نهائيا ان شاء الله لكن غير كده لا ده يبقى ده تخصص الطبيب مش تخصصي انا تمام عندنا بقى مشاكل الشعر الناتجه عن القشره ايوه القشره ممكن تسبب لي تساقط بهتان في لون الشعر هيشان تقصيف الشعر الباهت ده لو انا فحصته هلاقي جوه قشره ليه القشره حاجه بتعنه الغذاء ايوه حاجه بتعنه الزيوت الطبيعيه اللي هي مفروض الفروه بتفرزها وتديها له فانا برضو دي من حاجات اللي القشره بتسببها في الشعر يعني انا لو لقيت شعري بهتان وانا مش واخده بالي ان في قشره لا ادور هلاقي قشره اعالجها بالديتوكس اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت وابدا اعالج الشعر من بره ازاي بالغسيل يا جماعه هكرر تاني الشامبو للفروه الشامبو للفروه انا عندي لعنايه شعري بلسم وحمام كريم اللي هو الماسك بتاع الشعر ايوه ولو عندي حاله تقصيف وهيشان كبيره قوي يبقى انا بستخدم حمام الكريم الاول وبعدين البلسم ده حاجه مهمه جدا ترتيبي في العنايه ومجموعه العنايه اللي انا بهتم بها في شعري اهم جدا من النوع اللي انا كمان بستخدمه زي ما النوع مهم الترتيب اهم تمام وازاي انا استخدمها والاوقات اللي استخدمها والتصنيف لنوع شعري بالمجموعه اللي انا بستخدمها ازاي هو ده يعني حاجات مهمه جدا بنقدر بعد كده نوصل بيها لنتائج مبهره في فتره صغيره عايزه اتكلمي في ايه تاني كده اتكلمت انا عندي لكم مفاجاه باب القشره ايوه انا عندي لكم مفاجاه كبيره جدا طبعا بجد يعني ناس كتير جدا تبقى عاوزه تتواصل معايا وعاوزين اشوف شعرها احنا ان شاء الله احنا بقى في لنا فرع في القاهره في مدينه الشروق وعندنا كمان فرع في دمياط وقريب جدا جدا هيبقى في مكان في بورسعيد والمكان ده هيبقى مختلف جدا عن اي مكان وهنضيف فيه جانب اكاديمي لان انا فعلا عايزه المتخصصات يبقى فيه لهم مرجوع علمي مش يكون مجرد حرفه وبس لا احنا عاوزين نوصل بمهنه متخصصه التجميل يبقى فيه مردود علمي ليها يبقى احنا في تعاون بيننا وبين الاطباء عشان لما يبقى في حاله عندنا واقفه انا اعرف ارجع لطبيب احنا هنعمل ده في اكاديميه ان شاء الله قريب جدا في بورسعيد انت ما شاء الله عليكي يا استاذه رضوى انت بتقولي كل حاجه بكل تفاصيلها انت مش مداني فرصه اسال على فكره انت قلتي كل حاجه بكل تفاصيلها مش محتاجه اسئله انا بجد الحمد لله انا بحب جدا الدقه في شغلي واضح جدا كلامك. جدا واضح. بحب الدقه جدا واختيار الالفاظ الصح في مكانها ايوه فعشان كده الحمد لله حاسه ان انا في حاجه مختلفه بقدمها انا حظي حلو ان انا كل مره ابقى معاكي مش بتعب في الاسئله على فكره تسلمي يا حبيبتي ده شرف ليا معانا عشان كده مش ببذل مجهود ما ببذلش مجهود خالص معانا عشان كده سايبه لها الملعب براحتها أيوة. وان شاء الله يا جماعه فرع القاهره هيبقى فيه العروض بتاعه الحلقه دي في عروسه هتبقى يعني انا ده عرضي للحلقه دي في فرع القاهره ان شاء الله في مدينه الشروق
عروسة غير مقتدرة ماديا هيبقى صبغة الشعر، البروتين او نوع الفرد اللي هي اللي هيتناسب مع شعرها، الميك اب، تنظيف البشرة، كله مجانا. انا بصراحة انا مش عارفة اقول لك ايه بجد، انت شكرا ليكي ومشكورة لكل الجديد وكل حاجة كويسة بجد انت بتقوليها وبتقدميها وبتعرضيها. ايوة ان شاء الله، وانا تحت امركم ومبسوطة جدا جدا ان انا معاكم، وان شاء الله دايما يا رب نقدم حاجة مفيدة للناس ونافعة، وبالذات الناس البسيطة اللي مش قادرة او ما عندهاش القدره الماديه ان هي تروح لمتخصصه لحد عندها، احنا ان شاء الله من خلال البرنامج ده هنوصل لغايه عندك البيت وهنفيدك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني معلش انا عايزه بس اعرف بتعملوا ايه. انا بعمل الاكل النهارده. انا بعمل والله. انا النهارده ماسكه المطبخ شيف. انا النهارده ماسكه المطبخ عشان كل الناس. احنا بدانا خلاص نغرب، خلصنا الشاورما، عملنا السلطه. معلش ممكن بقى الكاميرات هنا بس يورونا. معانا سلطه البطاطس. ايوه. وبدانا في اللحمه كمان اهو، هنخلصها ان شاء الله. بجد يا شيف شاورمة الفراخ، سلطه البطاطس، سندوتشات اللحمه. انا نفسي الناس تيجي تدوق والله العظيم. يعني على فكره الحلقه اللي فاتت انا مش قادره اقول لكم. وبعد كده انا عايزه اعرف راي الناس في اللف بتاعي ده. طبعا احنا سايبين روعة المره دي هي اللي تلف. يعني انا بعمل كل حاجه بنفسي اهو، وانا وقفت معاهم في السوا برضو، وانا اللي بعمل اسمها سندوتشات دي ولا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ طب قولي لي اسمها سندوتش عادي. شاورما. طب ايه العيش اللي انت عاملاه ده بقى؟ ده العيش السوري. انت جايباه؟ بس انت ليه ما جبتيش المقادير بتاعته؟ والله بقى يعني كان كل حاجه كده باستعجال شويه. المره الجايه نجيب مقاديره ان شاء الله. العيش جايباه ولا عاملاه؟ لا ده جاهز. جاهز. لا وانا برضو عارفاه يعني، وسريعه كمان يعني على فكره يعني بعمل بسرعه ان شاء الله. برضو المره الجايه نجيب مقاديره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. متعدده الاغراض يا استاذه روعه. ايه رايكم بجد؟ متعدده الروائع. ايه رايكم بجد؟ ولسه لما هتدوقوا بقى كمان هتيجوا تبصولي. لا المنظر اصلا مغري. لا والرسم روعه موهوبه. ما شاء الله عليها. على فكره انا اللي عامله السندوتشات، هو انا اللي رصاها، وانا فين الجرنشه عشان خاطر هجرنشها. هنخلص بعد ما تخلص. مش هجرنشها. انا عايزه اجرنشها. اتفضل. هات جرنش. انا اللي هجرنش برضو بنفسي، بس عايزه تظبطي بقى انا ذوقي. بصوا بقى دي جرنشتي. ها معلش انا عايزه احط حته برده كده هنا. ماشي وحته هنا شغاله، وحته هنا انا عايزه اخضر. لا انا عايزه اخضر ونحط كل الالوان. لا الالوان كلها أخضر. مبهجه وجميله وبتفتح نفس الواحد للاكل. لا عايزه حبه هنا كمان كده. اهم حاجه الطبق اللي مجرنش بتاعي، حد يقول لي رايه فيه ايه. لا هو المنظر باين بصراحه. لا والريحه على فكره المره اللي فاتت احنا طلعنا بس كله اتلم وكان الاكل قبل ما انا ما اطلع البس. المره دي حش يخش اما اخلص انا. ما تنسوش عرضي. ها ما تنسيش العرض بتاعي. اي عروسه يتيمه تطلع عندي كامله مكمله مجانا. اي عروسه يتيمه في اي وقت. اي عروسه يتيمه في اي وقت. مش عايزه تعمل اي عرض تاني لاي حد. ما ليا مثلا البروتين. ما هو البروتين مش ما ينفعش ليا. البروتين اول واحده بتتصل بعد الهواء مجاني، هم خلاص حفظوا العروض بتاعتي. وبقيه العشره بيبقى معاهم هديه، تركيب رموش مثلا 15 يوم او شهر. او الافتر كير بتبقى مجاني. ايه رايكم استاذه ايمان تضيف لنا اي حاجه؟ تقولي لنا اي حاجه. مفيش عروض استاذه ايمان. احنا على فكره على طول عندنا عروض. لا في عرض للبرنامج يعني ملوش علاقه بال تمام. احنا برضو يعني انا قلت قبل كده الموضوع دوت لاول 10 متصلين توصيل مجانا. بس ما عدا المدن الجديده. معانا المدن الجديده. لان طبعا بيبقى صعب شويه على التوصيل. فان شاء الله معانا الاول 10 متصلين توصيل مجانا، ومعانا عروض مخفضه بنسبه 75% 25%. ده ايه بالنسبه لايه بالظبط؟ معانا عروض بنزلها عندي على الصفحه وعلى الجروب. مخفضه بنسبه 25%. لاي حد دي. ممكن اي حد عايز يخش في الجروب بتاع الهالوفيرو على طول برضو يعني يتواصل معاها على التليفون ده. وهي بتدخله في العرض في الجروب بتاع هالوفيرو. اسمه هالوفيرو صح؟ فلفل هالوفيرو. فلفل هالوفيرو للاكل البيتي.
للاكل البيتي. هو احلى حاجه ان هو بيتي. ومعانا طبعا في عروض للتوصيل للشركات والمصانع والوجبات للافراح. معانا كل حاجه الحمد لله، عندنا استعداد تام لاقامه الحفلات والافراح والعزايم. وبنطلع الحمد لله وجبات حلوه جدا يعني، واسعارها مفضله جدا. لا احنا جربنا بنفسنا فعلا الاكل. ومعانا طبعا بيبقى في رمضان معانا وجبات الخير والله، بيبقى في مساهمات من ناس يعني تدفع التكلفه كامله واحنا علينا التوزيع. وفي ناس بنديهم الوجبات وهم يوزعوها كمان. لا ما شاء الله عليك الحمد لله يا ايمان بجد، انت جميله في كل حاجه، كرميكي جميله من جوه وبره وايديكي جميله، فتسلم ايديكي يا رب ودايما تسلم. طبعا استاذه رضوى انا حاسه ان انا يعني خلاص بص على الاكل بس، هي مش بص على اي حاجه ثانيه. لا ما هي دي برده من ضمن المواهب بتاعتي، اللي انا بحب الطبخ جدا جدا. لا معلش سبقت. ايوه طبعا انا دايما سباقه بالخير يا مدام رضوى، بعتذر. انا اسفه، انا سبقتكم كلكم على فكره. احنا مبسوطين قوي الحلقه دي والله. يعني كان معانا كلكم نفغه ما شاء الله، كلكم متميزين في شغلكم، والشيف ايمان منوراني، وانا مبسوطه اصلا بالاكل النهارده. سندوتشات عشان مش هنقعد نتخانق عليه زي المره اللي فاتت، وكله ملاحظ ان انا عماله اعمل في سندوتشات مش واقفه ساكته، عشان انا عارفه ايه اللي هيحصل بعد قفل الحلقه. طب استني نطلع سيرفيس تاني. يا ريت يعني انا مبسوطه بيكم كلكم على فكره. الحلقه النهارده جميله قوي ومتميزه، وبجد كل استفدت منكم جدا وبشكركم جدا. ويا رب حلقه جديده دايما متجدده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.